السلام عليكم. هنخش في الخطوة الرابعة اللي هي السوليوشن. احنا كنا عملنا السيت اب في الاولاني في الفيديو اللي قبل كده. هنخش على الميثود، هنختار سيمبل. ثانية، هنختار سيمبل ده الايتريتيف سكيم، ونخلي لسه سيل سكوير، ونخلي المومنتم سكند اوردر، والتربلنت فيسكوستي كلهم نخليهم هو فيرست، كان نخليهم سكند. تمام. الكنترولز احنا ممكن الديفولت بتاعه هو ده، احنا ممكن نقلله شوية، ممكن نخليه مثلا نخليهم كلهم من صوص مثلا. ماشي. طبعا كل ما هنقلل كل ما الحل هيكونفيرج، بس هيبقى أبطأ، فنخليه نص مثلا. ماشي. بعد كده المينيتورز مثلا ممكن نخليه هما دلوقتي كلهم 10^4، والإنرجي 10^6، فنخليهم كلهم 10^4. تمام. أوكي. initialization ممكن نعمل hybrid initialization او standard initialization. بس قبل ما اعمل standard او hybrid، في بس حاجة كنت عايز اعملها معاكم، اعدلها معاكم. احنا كنا في setup كنا مختارين k epsilon realizable، صح؟ هنختار k epsilon standard. معلش realizable ما اشتغلش هنا كويس، ممكن عشان احنا ما كناش عاملين الباوندري لاير كويس معانا. تمام. فهنختار standard. ماشي. والباوندري لير بتاعتنا، قصدي والباوندري كونديشن بتاعتنا، هنغيرها شويه بس. هنخلي الالت 1 متر سكوير مش 2، كنا عاملينها 2 في السيت اب. والتمبريتشر هنخليها 15. تمام. وفي اللور وول معلش مش هنخليها هيت فلكس، احنا كنا حاطين هيت فلكس صح كده. هنخليه تمبريتشر، فيكس التمبريتشر، هنخليها مثلا درجه حرارتها كام، 30 مثلا، و35 اللي داخل 15، والوول اللي تحت اللي هي هتبقى يعني هنغيرهم هنا كمان بالمرة بقى، نخليها بقى ايه، بدل ما نخليها هيت فلاكس هنخليها هنا. ماشي. نخليها طبعا. انا ليه بغير الحاجات دي، انا جربت الريزلت دي ما طلعتش ارقام كويسة، وكان الحل مش بيكونفيرج. وجربت الكي ابسلون ريالزابل وما كانش شغال كويس، فعملنا ستاندرد. ونفس الفكره برضه كده، هنخلي دي 1. ماشي. بس كده. وبعد كده نروح نعمل انيشاليزيشن، بس ممكن نخليه هايبرد. ماشي. بس بعد كده نعمل الران كالكوليشن بتاعنا، هرجع لكم تاني لما يخلص. ام هو لو زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا، بس طبعا خد وقت كبير جدا، خد حوالي 3800 او 3900 iteration. طب يعني هو وصل خلاص، وصل وكونفيرج وكل حاجه، بس طب هو ليه خد الوقت ده كله؟ بص، ده بسبب الكنترولز، احنا قللنا الريلاكسيشن فاكتور، فبالتالي هو خد وقت اطول. ايه ده، يعني احنا لو زودناها هياخد وقت اقل؟ تعالوا نجرب كده. يعني انا مثلا هرجع تاني، انا هخليها الديفولت بتاعه. ماشي. واحل واشوف هيحصل ايه. ماشي. هعمل initialization تاني. ماشي. وننسى الحل اللي احنا عملناه ده. ماشي. وتعالى نبتدي نحل تاني ونشوف هياخد وقت قد ايه، نرجع تاني لما يخلص. تمام. هو خلص حل اهو، لو ملاحظين هو خد طبعا عدد اقل، حوالي نص الكمية اللي خدها. فلما غيرنا شفتوا احنا لما لعبنا في الكنترول في الريلاكسيشن فاكتور فرق ازاي. فطبعا احنا لو غيرنا، احنا لو ملاحظين هنلاقي ان هنا الانرجي عمال يطلع وينزل، فبالتالي احنا لو قللنا شويه في الانرجي، يعني لو كنا خلينا الانرجي مثلا 0.75 هيبقى احسن شويه. الدينستي مش قوي، الدينستي مش قوي، فاحنا كنا ممكن نقلل الانرجي شويه كان يحسن الحل شويه. بس خلاص يعني احنا مش ايه مش 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 هنضيع وقت كتير في الفيديو. اظن ان احنا كده قدرنا نحل، وقللنا العدد بدل 3800 ل 1700، فده كويس. الخطوه اللي جايه هنشتغل على الريزلتس باذن الله.